وعملت حرص. ايه بقى؟ لو عملت حرص ان انا حطيت في بالي ان انا في اي وقت من الاوقات همشي. ده في عقد يعني ولا بينك وبين نفسك؟ لا، بيني وبين نفسي. لكن ما عملتش في عقد يعني. بالاضافه لتامين نفسك بالنسبه للشروط اللي هي عقود. تعاقديه. ويمكن كنت واضح وصريح في الحته دي بالذات في اول قعده مع مجلس الاداره، ايه يعني بقى؟ حط نقط في الحروف في ايه بالظبط؟ ان انا اتكلموا لا في ايه اسمح يعني؟ باي تدخل في عملي الفني. انت كان عندك خلفيه ان هو بيتدخلوا في العمل طبعا يعني؟ طبعا والله. طبعا طبعا، ما انت طيب. المكان اللي انت رايحه لازم تلم معلومات عنه، وكان اهم المعلومات هي التدخلات المباشره من مجلس الاداره بشكل كبير جدا لفرض اسلوب معين في العمل، لاعبين معينين، تدخل في التشكيل. كان يكفي ان كل بعد مباراه تلعبها تكسب تخسر ليه وعشان ايه، هو كنت طبعا صداع. ده بعد دلوقتي لما اشتغلت بقى لقيت الموضوع. بعد يعني صداع. طب تكسب تخسر ماشي، طبيعي ان هيكلمك لما تخسر، بتكسب برضه بيكلمك انت هتعمل لعبت ليه ده، ما لعبتش ده ليه. وانت كسبان. فانا لما رحت كنت رايح مراقب للمباراه. مباراه كانت في احدى مدن السودان اسمها كوستي، بنلعب مع المغرب. كنت رايح اشوف المباراه الاول اوكي. مع جهاز معاون، وبعد كده هتولى مسؤوليه من المباراه وكان التانيه. كالدوان ده موجود؟ لا لا لا، كان كان ماشي. مشي، كان كان حد جبالي، مؤقت يعني ماشي. كان مدرب مساعد. المدرب اللي هو المساعد بتاعي اسمه الكابتن مبارك سلمان، وده شخصيه محترمه جدا وتعاون معايا بشكل كبير جدا للامانه، بقدم له الشكر، وكان واضح كتير جدا جدا معايا. وفوجئت ان بيبقى في اوامر بتتاخد ان مثلا حازم ده ما يلعبش. لو انت قاعد بره يعني بتتفرج. لدرجه ان في واحد بيوصل الكلام ده، ان عارف انا دي. الرئيس عارفها. مريت بيها. يعني لا. الرئيس بيقول لك ان كان في لعيب بشكل يعني بصفه خاصه اسمه صلاح الجازولي، ده لعيب دولي، ما تعرفش يعني ايه الامور بالنسبه له. انا طبعا ما معايا. عنديش خلفيه، فكان الكلام موجه ما يلعبش. من خلال مدير اداره الكوره اسمه مهندس محمد لطيف ان اللاعب ده ما تعتمدش عليه، الرئيس مش عاوز يلعبه. انا طبعا قلت له انا جاي مشاهد يعني، ما الكلام ده اقوله لله. ولكن طبعا تحفظت على الكلام ان ليه ما يلعبش. يمكن فانا قلت يعني يمكن ده مش هقدم، طبعا الصوره السيئه مش هقدم لك المردود الجيد، وان ده راجل منتهي، وان احنا هنخلصه في الانتقالات اللي جايه في خمسه، مش هنمدله العقد وهننهي. انت حكى. وكان الكلام ده شهر كام؟ اول ما رحت انا يعني لسه، ده انا لسه ما استلمتش اللي العمل. هو شهر كام؟ من شهرين مثلا؟ من شهرين يعني، احنا دلوقتي في شهر 2 مثلا. بالظبط. فطبعا لكن ما عدتش الكلام، لان معناه طبعا بيصدق الكلام اللي انا وصلني. اوكي. فكان بعدها العقد، كان بعدها القعده مع مجلس الاداره وتم العقد، وكان بيحاول يحطك على التراك، فلقوا حيطه سد ما يقدروش يتخطوها. وكان اول نقطه ان انا لن اسمح باي تدخلات في يعني انت قلت عملي، لهم انا مش هخلي الراجل المدير الاداري ده ولا المدير الكوره يجي يقول لي نزل مش هسمح وطلع. لاي حد حتى لو رئيس النادي وش كده. على طول. انت لازم تكون حاسم في الموضوع ده، طيب لن اسمح باي تدخلات في عملي، تمام. واذا كنت انت واثق فيا وواثق في اسلوبي وجايبني عشان انا احقق لك، يبقى سيبنا الحساب اخر اشتغل. السنه. لكن هتقول لي فلان ما لعبش، زيدان ما لعبش، علام ما لعبش، ده لن اسمح به. انا صاحب المقاليد الاولى في الفريق، وطالما انت وليت المسؤوليه فلاخر السنه، بعد كده يبقى الحساب. تمام.